أسامة طبعا ألف مبروك ليك ولكل الفريق والمجهود ما شاء الله يعني متميز جدا. لكن في البداية بقى هبدأ معاك على طول، يعني حضرتك كعضو مجلس إدارة اهتمامكم بالهوكي يعني هل هو ده بشكل خاص ولا يعني في ألعاب أخرى برضو أنتوا بتهتموا بيها غير الهوكي؟ والله هي كل الألعاب الرياضية احنا بنهتم بيها، بس هي منظومة الهوكي يعني بالأخص لأنها منظومة ناجحة جدا، فطبعا الاهتمام بيها أكتر يعني. في برضو الخيول متهيألي على ما أعتقد. الخيول مش عندنا، الخيول ممكن في نادي بلبيس في نادي دلتا كلاب، إنما مش عندنا في نادي الشرقية. طيب تمام، هايل جدا.